أعزائي وأحبائي، أهلا ومرحبا بكم في رحلة مضوية عن صباح يوم الخميس الموافق 26 يناير لعام 2023. يوم الخميس اليوم أجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة الذكرى 71، تلك الذكرى التي هي عزيزة علينا جميعا كمصريين، يوم رفض البوليس المصري في محافظة الإسماعيلية الإنذار الموجه من قوات الاحتلال البريطاني بقيادة البرجادير أكسهام بتخلي رجال البوليس عن سلاحهم والانسحاب من الإسماعيلية إلى القاهرة حتى يتمكنوا من قهر المقاومة الشعبية، إلا أن البوليس المصري رفض هذا الإنذار، وعلى رأسهم معالي وزير الداخلية في ذلك الوقت فؤاد باشا سراج الدين، وقاومت رجال البوليس الاحتلال البريطاني في معركة غير متكافئة ما بين 7000 جندي وضابط إنجليزي مدججين بأحدث الأسلحة في ذلك الوقت من أسلحة ودبابات ومدرعات ودفاع جوي ضد 850 من رجال البوليس المصري تسليحهم بدائي لأنفيلد، ودارت المعركة واستشهد فيها 52 من رجال الشرطة المصرية وأصاب 80، وتوفى فيها 12 من قوات الاحتلال البريطاني وأصيب 13، وخرج رجال البوليس في طابور بعد نفاذ صغيرتهم مرفعين الرأس، مما أدى إلى قيام البرجادير أكسهام بإعطاء الأوامر لقواته بأداء التحية العسكرية لرجال البوليس المصري. واعتبر هذا اليوم يوم عيد لمصر والمصريين وأجازة رسمية اعتبارا من عام 2009. بحمد الله هدوء تام على كافة المحاور والميادين والطرق الرئيسية في ظل انتشار خدمات مرضية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل. هذا بالإضافة أيضا إلى تم تعزيز الخدمات بمناطق الأعمال وأبرزها وسائل النقل الأخضر بقطاري المونوريل بمحافظة القاهرة والجيزة، وأيضا المرحلة الثالثة والرابعة لمترو الأنفاق بدائرة محافظة الجيزة بالشارع القومية العربية وشارع السودان وشارع الهرم. أيضا تم تعزيز الخدمات بالنسبة للغلقو الكلي لميدان سفنكس، وأيضا بالنسبة للكباري منزل كوبري 15 مايو غلقو جزئي اتجاه محور 26 يوليو، وأيضا كوبري أحمد عوبي المستحدث بداية محافظة الجيزة بالنسبة القادم من إمبابة وبشتيل اتجاه شارع جامعة الدول العربية، وأيضا نفق اللواء باقي زكي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. كل هذا وذاك من أعمال تم وضع خدمات مرور مكثفة، علامات إرشادية، علامات تنظيمية، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة لملاحظة الحالة المرضية ومنع أي كثافات مرورية قد تحدث وسرعة التعامل معها من خلال الخدمات المعينة، وأيضا وحدات الانتشار السريع، وذلك بالضبط مع غرف عمليات المرور. بحمد الله منذ الصباح الباكر بالرغم من وجود شبوره مائيه كثيفه على الطريق الدولي الساحلي وايضا طريق اسماعيليه الصحراوي القادم من اسماعيليه اتجاه القاهره، الا ان الحمد لله الامور كانت طبيعيه تماما، حيث تم تعزيز الخدمات على الطرق السريعه بمناسبه توجه الساده المواطنين الى المحافظات الاخرى موطنهم الاصلي لقضاء اجازه نهايه الاسبوع اعتبارا من اليوم وحتى صباح يوم الاحد القادم. لذلك تم تعزيز الطرق السريعه بمجموعات الدراجات البخاريه وسيارات الاغاثه الفوريه وسيارات الدفع الرباعي، بالاضافه الى الاكمنه الثابته والمتحركه للتاكد من التزام قائدي السيارات بالسرعه المحدده وبتعليمات وقواعد واداب المرور، وايضا التعليمات الامنيه وخاصه في الساعات الاولى من صباح الباكر نظرا للشبوره المائيه الكثيفه. الطريق الدولي الساحلي توجد به بعض الكثافات المتحركه في مناطق الشبوره الكثيفه وخاصه القادم من مناطق
مرسى مطروح اتجاه طريق اسكندرية واتجاه أيضا القاهرة عن طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي وطريق وادي النطرون العالمين. لذلك تم تعزيز الخدمات بنفس الموقع مع الإرشادات للسادة المواطنين بتهدئة السرعة حتى يمكن التحكم في عجلة القيادة مع الالتزام بالحظر المضيئة واستخدام الأنوار الأمامية المنخفضة دون الأنوار المبهرة وأيضا استخدام أنوار الشبورة في مناطق الشبورة الكثيفة. دائما وأبدا ومع نهاية كل فقرة مضيئة نناشد السادة قائد السيارات بالرغم من اليوم أجازة رسمية الالتزام بقواعد وأداب المرور، التعاون مع رجال المرور في مناطق الأعمال، الحملات المرورية مستمرة داخل المحافظات وعلى الطرق السريعة بالإضافة لأكمنة الثابتة المتحركة والتي يوجد بها مندوب من وزارة الصحة للكشف على قيد السيارات المشتبه في تناولهم المواد المخدرة والمواد المسكرة. دائما وأبدا نناشد قائد السيارات والمشاة أيضا التعاون مع رجال المرور بهدف تسهيل وتسهيل الحركة المضيئة ومنع أي كثافات مضيئة وأيضا الحد والقضاء على الحوادث المضيئة. يوم سعيدا للمصريين وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الشرطة.